إذا مرحبا بكم في قناة طرق تربية النحل أرتيكلتير. اليوم على كل حال 22 مارس 2023، كما عودناكم فيما يخص الفيديوهات، فيديو اليوم على اللي هو تلاحظوا فيه أنه هذه الخالية قمنا في الأسبوع الماضي إضافة بعض الإطارات وتحويلها من خالية صغيرة إلى خالية ذات 10 إطارات، واليوم الآن نريد فحصها، وكذلك إن وجدنا أنها ممتلئة نقوم برفع الإطار أو الدور الثاني حتى نستغله لمرحلة التقسيم في أسابيع معناتها قادمة. نبدأ إن شاء الله. الآن هي على كل حال ممتلئة، كنا نطلع لها إطار على كل حال، الإطار هو هذا اللي كما راكم تلاحظوا فيه. عند الإطار الأول ما قبل الأخير هذا ضفناه بل هذا الخالية، وكذلك الإطار هذا، الإطار كذلك هذا. اليوم نلاحظوا إن شاء الله نقوم بالرفع للخالية أو الدور الثاني. هذا الإطار والأخير لكل حال مازال ما الآن النحل تقوم بتنظيفه، والملكة لم تقوم بتبييضه. الإطار الثاني هذا إطار في عسل على كل حلوى حبوب اللقاح، ثم كذلك بوضعه هنا هذا الإطار جدا ما شاء الله، كانت الملكة تبيض به. الملكة من هنا جات الملكة كلها تقوم بتبيض به، هكذا حتى نقوم بوضعه هنا
ونعطيها اطار الاول اللي هو اطار اساس هكذا حتى النحل يقوم ببنائه. ذلك هنا ما شاء الله هذا اللي كنا ضفناه لها كما راكم تلاحظوا كله حضانة. لاحظ كله حضانة. يعني هذا كله حضانة. ونبي وضعه هنا. الإطار هذا كذلك حضانة ما شاء الله كلها مغلوقة. الحضانة الجديدة تخرج. الآن ما شاء الله الحمد لله على كل حال هي في حتى الذكورة تقوم بوضعها. نعطوها كذلك هنا إطار آخر هذا إطار الآخر هذا نقوم بتسوية أحد الإطار هذا الإطار كذلك هو حضانة الإطار اللي أضفته ثاني هذا الإطار الثاني وكذلك في حضانة كلها بيضة حتى بيض الذكور موجود وكذلك حضانة هنا نقوم الآن بالوضع هنا ونضيف لها الإطار آخر ونقوم بالرفع ونقوم بتسوية على الإطار هذه نقوم الآن بالرفع بتاعه ونعطوها الإطار الثالث هذا هكذا يعني هذا هو الإطار الثالث هنا ثم بعدها نقوم برفع الدور الثاني حتى
سنة تكون متأخرة على كل حال. هكذا قمنا بثلاث إطارات اللي هي تلاحظوا فيها الإطار الأول الثاني والثالث، وهذا اللي ضفناهم راهم الآن ملؤين بالحضانة، ونقوم الآن برفع الدور الثاني ولكن لا نضيف له أكثر من إطارين. هكذا نقوم بتسوية نتاع الإطارات هذه أو هذا ال اليوم. نقوم الآن بوضعها هنا في وسط الخلية هكذا. تصعدني كذلك الملكة وتقوم بالنحل يبني الشمع الأساس وتمط النحل يمط الشمع والملكة تريد البيت. لأن هذا فيما يخص هذا الفيديو، لمن أعجبه الفيديو على أن يشترك معنا في القناة ويقوم بعملية الإعجاب والاشتراك كذلك. هذا فيما يخص هذا الفيديو، والآن نقوم بتغطية هذه العاسلة أو هذا الدور الثاني. إذن وشكرا.